تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي، وفي مقدمتها النصب والاحتيال على المواطنين وغسل الأموال والكسب غير المشروع، حيث تمكنت الوزارة من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة نستعرضها في سياق هذا التقرير. استمرار للجهود الأمنية للتصدي لكافة الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين بالغربية وكفر الشيخ لقيام عناصرهما بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم مقابل أرباح، عن طريق إيداع جزء من الأموال المتحصلة بالبنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. كما تمكنت من ضبط تشكيلين عصابيين بالإسكندرية والسويس لقيام عناصرهما بغسل 13 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وإيداع جزء من هذه الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. وعلى صعيد تصدي أجهزة وزارة الداخلية لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت من ضبط تشكيلين عصابيين بالغربية وسوهاج لقيام عناصرهما بالاستيلاء على قرابة 5 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوات المنزلية والأراضي والاستثمار العقاري مقابل أرباح متفق عليها توقفوا عن سدادها، وكذا سداد أصول المبالغ المستولى عليها. كما تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تصل إلى 50 ألف جنيه من كل راغب في السفر بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية دون الوفاء بذلك، مما ترتب عليه عودتهم مرة أخرى للبلاد. ونجحت في ضبط تشكيلين عصابيين بالغربية لقيام عناصر التشكيلين بالاستيلاء على أموال من مواطنين بزعم تسهيل إجراءات حصولهم على تأشيرات سفر وهجرة وإقامات دائمة ببعض الدول وتوفير فرص عمل لهم على خلاف الحقيقة ورفض رد المبالغ المستولى عليها. وفي مجال التصدي لجرائم تزوير المحررات الرسمية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين بالإسكندرية والفيوم لقيام عناصرهما بتزوير المحررات الرسمية وترويجها على راغب الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.